حتى الستات على شيء تو سويت نعملوا طلع على ليو كلوب قنطاوي بسوسه. نحكيو هنا مع رئيسه النادي مدام عزه زراع. مدام عزه مرحبا بيك. عايشك وبيك اكثر. مرحبا هلا وسهلا. دونك حابين ناخذ فكره على التحضيرات اللي قاعدين تقوموا فيها بمناسبه شهر رمضان. داير ليديسيون اللي كل عام نلقاوها معكم. حابين ناخذ التفاصيل معك انت مدام عزه. بيان سور هاي باهي. دونك طلع عنا احنا جمعتين اللي بدينا نشدوا في لي ستونت قدام مونوبري تروكاديرو في سوسة ومغاص عزيزه في سهلول كيف في سوسة. وشدين لي ستونت كل نهار من مصليفه من 10 لنص نهار من 10 الماضي ساعه ومن مصليفه للسوسة. على وقتين على وقتين معنا نحكيو على زوز اوقات. على وقتين. واللي يحب يعطينا دونك كو سوا مقارونه حقوق طماطم زيت اي حاجه يستحقوها القفص رمضان العائلات المستحقه يكلمنا على النتخ باج انستغرام ليو كلوب القنطاوي ولا على النتخ باج فيسبوك. مدام عزه باش نصلك في نفس الوقت شنو الاقبال تاع العباد اليوم انتم في الستاند كيفاش تشوفوا العباد قاعده ماشيه في الـ في الـ في التظاهره هذه قاعدين تلقاو تعاون من العباد اللي يجيو يقضيو كيفاش قاعدين تشوفوا في الاكسيون هذه ونجاحها؟ والله فما الانواع الكل. فما العباد اللي تفرح بيك وتشري لك بالباهي، فما العباد جدا اللي تشري قد ما تنجم، فما العباد اللي تكون صريحه تقول لك الحقيقه تو ما فوقيش معناها انا تنعاونكم باللي نجم، وفما زاد العبيد اللي حتى ما انت جبت تحت معاها التصنيق والا تقول لك ربي نوب ولا حسيلو. فما انواع واشياء. وبالنسبه لكم انتم لوبجيكتيف قداش تحبوا تخلطوا القفه رمضان؟ قداش نقفه بالنسبه لرمضان سنه؟ سنة 200 فامي ان شاء الله. ان شاء الله 200 فامي ومازال تقريبا نحكيو على جمعه اخرى دونك وانتم تكملوا الاكسيون هذه وباش تبقى متواصله في رمضان الاكسيون في نفس الوقت؟ ليها باش نعملوا ديستريبيسيون جوست قبل ما نمضى قبل رمضان ديريكتومون. باهي تخي بيان. احنا نتمنى لكم التوفيق. جوست ذكرنا مره اخرى بالباج نتاعكم باش العباد اللي تحب تعاونكم وذكرنا في لي بوان دو فونت اللي انتم واقفين فيهم. باهي دونك احنا واقفين في مونوبري تروكاديرو وفي مغاصة عزيزه في سهلو وان شاء الله باش نعاونوا 200 فامي في القلعه الكبيره في سوسه. واللي يحب يعاوننا يلقى النوامر على الباج انستغرام ولا الباج فيسبوك والا يبعث ميساج على الباج انستغرام الباج فيسبوك ليو كلوب القطاوي. تري بيان بالتوفيق. نتمنى لكم التوفيق. احنا من هوني نذكركم مستمعينا انه ليو كلوب قنطاوي قاعد يعمل في تظاهره هذه انطلقت تقريبا قبل جمعتين من رمضان. الهدف نتاعهم انهم يعملوا قفة رمضان للناس المحتاجه. فلهذا اذا انتم تحبوا تعاونوا ولا تحبوا تساهموا باي شيء تنجموا تدخلوا للباج سور فيسبوك ولا انستغرام نذكركم ليو كلوب قنطاوي سوسه.